مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. والنهارده عايزه اعمل لكم نوع سحور برده خفيف ولذيذ جدا ومغذي. هعمل لكم سلطه بطاطس او سلطه بطاطس بالبطاطا مشكله. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي بطاطس انا شوياها، بطاطس مشويه ومتقطعه مكعبات. البطاطس انا حطيتها على صينيه وحطيت لها قطعتها مكعبات وحطيت لها شويه زيت زيتون وملح ودخلتها اتشوت في الفرن. عندي بعد كده بطاطا مشويه نفس الموضوع. عندي ملح، بصل اخضر شرايح، عندي تشايبز او الثوم المعمر، عندي شويه بقدونس، اوراق نعناع اخضر. للدريسنج بتاع السلطه عندي ثوم مفروم، ملح، زيت زيتون وعصير ليمون. عايز اقول لكم ان السلطه طبعا دي مش هتاخد وقت مننا خالص، يمكن الوقت الوحيد اللي هيتاخد فيها اللي هنشوي فيه البطاطا والبطاطس، نقدر ان احنا ندخلهم الفرن من بدري نشويهم. وقبل التقديم على طول بشويه يا ريت يستحسن لو تسخنوهم، يعني لو عملتوهم من بدري وهتحطوا الدريسنج عليهم قبل التقديم على طول، سخنوا البطاطس والبطاطا شويه علشان الصوص يمتص في البطاطس والبطاطا فيديها طعم احلى بكتير. طيب تعالوا اول حاجه نعمل الدريسنج مع بعض. هجيب حاجة غويطة وهنزل فيها أول حاجة زيت الزيتون، ليمون، ليمون وزيت الزيتون من الحاجات والبطاطس أو البطاطا سخنين بيدوم طعم حلو قوي قوي. هنزل الثوم المفروم كمان، لو تحبوا تقدروا تدخلوا الثوم نفسه بس هتدخلوها بقى ساعتها راس ثوم على بعضها كده، تحطوا لها شويه زيت زيتون وتحطوها في فويل وتدخلوها مع البطاطس او البطاطا تتشوي في الفرن، وبين لما تطلع تنزلوا العصاره بقى بتاعت الثوم دي في الدريسنج هيبقى طعمه حلو قوي. هنزل جوه الدريسنج البصل والشايبز او الثوم المعمر، هحط ملح وفلفل، وهو ده الدريسنج بتاعي بتاع السلطه. طبعا لو تقدروا برضو تعملوه قبلها بشويه صغيرين عشان طعم الثوم المعمر والبصل يمسك مع الثوم المفروم وزيت الزيتون والليمون وكل ده. ممكن نحط لهم كمان شويه نعناع اخضر كده فريش هيدوا طعم حلو قوي، وبرضو شويه من البقدونس. كل ده بيفرق قوي في طعم الدريسنج. انا بس عايزه ازود شويه زيت زيتون على الدريسنج. اقلبه وانا بنزله عشان يعمل قوام حلو. ردي ريحته خطيره عايزه اقول لكم. تعالوا بقى نجيب طبق نقلب فيه السلطه الاول مع بعض. هنزل البطاطا، والبطاطس كمان، البقدونس، وشويه من النعناع الاخضر، وهقلب كل ده مع بعض كويس. طبعا سلطه خفيفه كمان تنفع جدا لو اي حد عامل دايت وعايز يتسحر حاجه تغذي مغذيه وفي نفس الوقت ما تتخنش. كل ده مشوي وكلها خضره حلوه. نزود بقيه زيت الزيتون، نزود بالبقدونس، وتعالوا بقى نحط الدريسنج عليها. ننزل عليها الدريسنج. فالدريسنج قبل الاكل على طول، وزي ما قلت لكم يستحسن تكون البطاطا والبطاطس سخنين عشان يمتصوا على طول الصوص. تعالوا بقى نقلبه، مش قادره اقول لكم ريحتهم حلوه زي ما بعض.
طبق التقديم. وهنزل فيه سلطة. وبعدين بقى عايز احط على وشها شويه نعناع اخضر من اللي احنا حاطينه كمان في القلب. سلطه سريعه جدا وخفيفه وتنفع جدا في السحور. انا والشيف تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق اللي بعده. خليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي عايزه اعمل معاكم زبادي لذيذ جدا برضو للسحور. هعمل لكم زبادي بصوص القراصيه والبلح. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي طبعا زبادي طبيعي، ممكن زبادي يوناني، ممكن زبادي بيتي، زبادي اللي تحبوه، بس هنصفيه مع بعض من ميته خالص. عندي قراصيه متقطعه صغير، بلح متقطع صغير، بشر برتقان، شويه قرفه، وعندي كمان عصير برتقان وشويه ميه سخنه. طيب تعالوا اول حاجه عايزين نبتدي فيها ان احنا عايزين نطري القراصيه والبلح شويه على النار مع عصير البرتقال، ونعمل منه صوص لذيذ كده هيتضاف فوق الزبادي، هيديله طعم حلو وفايده كمان كويسه جدا. هنزل على طول، خلينا ننزل بس الاول عصير البرتقال، وهنزل فيه البلح والقراصية. بشرب برتقال، دي معلقتين، هنحط معلقة واحدة كفاية، وشوية قرفة، معلقة قرفة، ولو تحبوا هنحط ربع معلقة ملح عشان ما يبقاش الموضوع سكر بزيادة. تعالوا بقى نقلب كل ده مع بعضه. لحد ما القليد ده يتقل ويعمل صوص كريمي لذيذ كده، هنضيفه بقى فوق الزبادي مع الاكل قبل الاكل. تعالوا نسيبه بقى مع بعضه كده يكرمل ويتقل، ونصفي الزبادي مع بعض. لو تحبوا كمان تزودوا دلوقتي شويه ميه مزهر او ميه موارد لو بتحبوهم، هيدوا طعم حلو قوي برده مع الصوص ده مع بشر البرتقال. خلينا نسيبه. تعالوا بقى نصفي مع بعض الزبادي نفسه. هننزل الزبادي، تعالوا نجيب حاجة أكبر شوية. احاول اطلع كل الميه اللي فيه عشان لما اجي احطه مع الصوص ما يبقاش مميمي كده الزبادي، ومش مدي صوص، مش مدي قوام كريمي حلو. هزود له كمان دلوقتي ربع معلقه قرفه كده صغيره، وهقلبها مع الزبادي. كده الزبادي بتاعنا خلاص جاهز. الزبادي بتاعي كده جاهز، تعالوا بقى نغرفه وبعدين نجيب الصوص من على النار. جبت بقى التقديم، شيل دول، وهنزل الزبادي فيها.
تعالوا نبص على الصوص اخباره ايه. الصوص بتاعي تقل وبقى لونه خطير، ريحه فظيعه. برضه لو تحبوا تحطوا زبيب مثلا مع الميكس ده هيبقى طعمه حلو قوي. هنضف بس الطبق شويه. تعالوا بقى نشيل الصوص من على النار. عايزه احط شويه فوق الزبادي. والباقي ممكن نحطه بقى في طبق لوحده للي يحب يزود او يحب ياكله لوحده. مع عيش محمص كمان الراسية والبلح دول حلو حلوين قوي. بالهنا والشفا. عملت لكم النهارده سلطه البطاطس بالبطاطا، وعملت لكم كمان الزبادي بصوص القراصيا والبلح. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.